بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. بدي أحكي قصتي بصورة سريعة عشان من خلالها أحفز كل الطلاب اللي إن شاء الله بتقدموا للانضمام للجامعة الإسلامية ياخدوها كقصة نجاح وحافز لهم في خلال دراستهم. أنا طبعا من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات، في كنت أهوى الكمبيوتر من وأنا صغير، سجلت في تخصص تطوير البرمجيات. في السنة الأولى كنت من الطلاب العاديين جدا، لكن من بعد ما درست الفصل الأول والفصل الثاني وجدت إنه المساقات كانت كتير محفزة لي، فاستطعت في نهاية السنة الثانية من دراستي في الجامعة أن أستطيع بناء أول نظام تم استخدامه في المركز التخصص البصريات الطبية. في السنة الثالثة كان لي فرصة للتقدم للتدرب في شركة مايكروسوفت في أكبر معمل بحثي في الشرق الأوسط في جمهورية مصر العربية، والحمد لله تم قبولي للتدرب لمدة شهرين هناك. بكل صراحة الفضل كبير للكلية والمساقات اللي درستني إياها، لأنه في خلال مقابلتي في الشركة غالبية الأسئلة اللي تم طرحها علي كانت من المواضيع اللي أنا كنت بدرسها في الكلية. كما بالإضافة لأنه أنا الحمد لله تخرجت من الثلاثة الأوائل في الكلية، من بعد سنة الثانية قدرت أتفوق في الفصول الجاية وتم تعييني كمعيد في الكلية، وأنا لحتى الآن مدرس في الكلية من سنة 2013 حتى الآن. تم ابتعاثي وانتدابي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مجرد تخرجي، واشتغلت سنة في الكلية الجامعية بعدها، وسجلت في الماجستير في الكلية بمجرد ما تخرجت في سنة 2013. فكنت فعليا بدرس في الجامعة وفي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالإضافة لدراستي للماجستير. حصلت من جديد على اعتماد من شركة جوجل كمطور تطبيقات اندرويد معتمد في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وانا اليوم كمان استطعت من خلال تخرجي بعد سنتين اني اشتغل عن بعد مع شركة الطب في عمان، والحمد لله انه كل الحاجات اللي درستها في الكلية كان لها اسهام كتير كبير في انه انا يتم قبولي في هاي المجالات كلها. أنا كتير فخور اليوم أنه أنا خريج ماجستير تكنولوجيا المعلومات، لأنه يمكن لو أنا طلعت برا بعد تخرجي ودرست الماجستير في أي دولة أجنبية كان أنا مش واقف اليوم أمامكم وقدرت أحصل الخبرات اللي أنا حصلتها بالتوازي مع كل الخبرات اللي أنا حصلتها أثناء دراستي في الجامعة الإسلامية. آخر إشي بحب أحكيه، بشكر أهلي على دعمهم الدائم إلي، بشكر كلية تكنولوجيا المعلومات، شكراً للجامعة الإسلامية. في الختام بحب أحكي للكل إنه كلكم ممكن تكونوا مثلي وأحسن مني، هذه قصة اجتهاد عشان أحفز كل الطلاب إنهم يقدروا يجتهدوا، وأكبر تفوق أنت ممكن تعمله هو إنك تتفوق على نفسك في خلال حياتك الجامعية وخلال عملك. شكراً. كله يغني كله يقول نجح في نجاح.